البطاقة المدنية الذكية حاضر ومستقبل. هي حاضرنا وهي مستقبلنا، هي حاضرنا وهي مستقبلنا، البطاقة المدنية، البطاقة المدنية، هي 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 البطاقة المدنية، هي 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 البطاقة المدنية، هي البطاقة المدنية، هي هويتنا البطاقة المدنية، مالنا غنى عنها البطاقة المدنية، هي 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 هويتنا البطاقة المدنية، مالنا غنى عنها البطاقة المدنية، البطاقة المدنية، البطاقة المدنية، البطاقة بدأت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإصدار البطاقة المدنية الذكية. ولإصدار البطاقة المدنية الذكية يرجى توفير الأوراق والمستندات التالية: صورتان شخصية قياس 4×6 سنتيمتر، صورة من جواز السفر، بيان فصيلة الدم. البطاقة المدنية الذكية أمان وتميز. البطاقة المدنية الذكية بالإضافة لكونها هوية شخصية فهي بطاقة آمنة وضد التزوير، تحتوي على شريحة إلكترونية تسمح بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، سرية تداول البيانات على الانترنت، تطبيقات مستقبلية مع الجهات الحكومية والخاصة. البطاقة المدنية الذكية حاضر ومستقبل.